استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله صباح اليوم بمقر المجلس معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. وخلال الاستقبال أشادت صاحبة السمو بالدور الكبير الذي تتولاه الهيئة بقيادة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مجددة سموها تهانيها بالإنجازات الدولية التي حققتها مملكة البحرين مؤخرا ممثلة في هيئة البحرين للثقافة والآثار، تكريما لجهودها في مجال الحفاظ على الإرث الحضاري والتراث الإنساني، وعلى وجه التحديد على صعيد الحفاظ على تراثنا الوطني بتنوعه وتراثه وفي دعم المسيرة الثقافية والفنية في البلاد، مؤكدة سموها على ضرورة استكمال البنى التحتية الداعمة للعمل الثقافي والفني في البلاد وإتاحة المنصات اللازمة لاستدامة الإنتاج الفكري على اختلاف مجالاته، لتبقى البحرين وكما العهد بها منبرا معرفيا مضيئا بالخبرات والكفاءات المتميزة التي يحتذى بها على الدوام. من جانبها أعربت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عن عميق شكرها وامتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي لم تتوانى يوما عن تقديم كافة أوجه الدعم لكل عطاء مخلص وجاد، مشيرة معاليها بأن لسموها رؤية ثاقبة ورحبة لكل ما من شأنه أن يحافظ على الهوية الثقافية البحرينية بكل أبعادها والتي تعبر دوما عن الوجه الحضاري للمجتمع البحريني. كما أشادت معالي الشيخة مي بالدعم المستمر والاهتمام الكبير لسموها حفظها الله لكل امرأة بحرينية، والذي يشكل حافزا لمزيد من العطاء وينعكس بشكل إيجابي على ما تحظى به المرأة البحرينية من مكانة رفيعة وما تتولاه من دور مسؤول في بناء وطنها.